السلام عليكم يا البنات، ان شاء الله تكونوا بخير في هذا البرد وهذا الشتاء اللي راهي. اليوم جيتكم بفيديو جديده، دونك مانيش حين نهضروا على مشتريات، لنوريكم كالكو زاسوس دو ديكوراسيون. اما اليوم رايحين نهضروا على لا ديسبوزيسيون دي موبل في الدار، يعني كيفاش اي هي الوضعيه المناسبه باش نحط الاساس تاعي. يعني كنت لاحظت ريماركيت انه بزاف في ديار، يعني ندخلوا البيوت نشوفوا لا ماجوريتي، يعني دوكا للاسف، ولا يعني كاين الناس كومون ما نكذبش عليكم صراحه، كي ندخل عندهم نحس روحي في حانوت تاع لي موبل، سوا لان بزاف كاين بزاف الاتات يحطوا بزاف لي موبل، سوا يعني ما يكونوش محطوطين بوضعيه صحيحه ولا مناسبه، خاصه باغ اكزومبل ما يراعيوش شحال عندهم باغ اكزومبل الطول والعرض والمساحه، ما يسبكتيوش لا سوبرفيسي، دونك المساحه تاع هذيك لا بياس الغرفه اللي عندهم. دونك انا اليوم بعد ما بحثت شويه واشياء كنت نعرفها واشياء يعني ما نكذبش عليكم في دارنا ولا مع الام تاعي، يعني اشياء نعرفها مليك كنت صغيره، دونك اليوم قلت علاش ما نديرش اون فيديو اللي تهضر على هذه الاشياء باش البنات اللي معايا يعني يعرفوا كيفاش يحطوا الاثاث تاعهم لي موبل تاعهم، يحطوهم بطريقه مناسبه نوعا ما، ويخلقوا نوع من الكونفور عندهم بلوس في لي بياس تاعهم في الدار تاعهم. دونك كيما كنا نقولوا دونك كيما كنا نقولوا اول خطوه اللي لازم نراعيوها نريسبكتيوها هو المساحه اللي عندي في الغرفه اللي حبيت نحط فيها الاثاث. باغ اكزومبل ان صالون، باش نحط ان صالون وكل ما يناسب، يعني الاثاث المناسب باش ندير ان صالون ولا صالون سالا مونجي كيما نعرفوا حنا في الجزائر، يعني اون جينيرال سي توجور دائما عندنا لو صالون مع لا سالا مونجي تاعنا. دونك اول خطوه هي نشوفوا المساحه اللي عندي، نشوف الحيوط اللي عندي كيفاش جايين، اسكو عراض بوكو بلوس، اسكو جايين بالطول، اسكو عندي لو صالون تاعي جاي بالعرض ولا جاي بالطول، كاين اللي عندهم شويه لي مور باغ اكزومبل جايين شويه اروندي، عندهم باغ اكزومبل 3 حيوط، كي نقول لكم 3 حيوط يعني عندهم حيط اوليو ما يجي على هكذا زوج، ما يجيهم واحد، يجيهم جاي شغل داير، دونك سي ان تي بو ديفيسيل، صعيبه نوعا ما باش انك تحطي لي مابل في هذاك لونغل هذاك اللي جاي مدور. دونك دو بريفيرونس ما تحطيش كامل لي مابل تماك. كاين كذلك اللي عندهم باغ اكزوم النافذه جايه شويه ضيقه، ما كاش حد يري اون ترانغل يعني ولا اون دوبل ترانغل، ما تقدريش، ما عندكش كيفاش ديري اون دوبل ترانغل، سي با بوسيبل، عندك شغل الحيط تاعك تاع تاعها جاي شغل شويه اروندي شويه هكذا صغير نوعا ما، دونك ما تقدريش ديري اون ترانغ كبيره وديري زعما كيما نقولوا دي ريدو هذوك تاع الشوره لي ريدو يعني ديري دوبل ترانجل وديري من داخل ومن برا، دونك تجيك صعيبه لو علما يعني، وما تقدريش تخلي الطاقه تاعك تاني هكذا كريدو وحده فارغ، يجيك شغل باهت ولا يجيك. دونك عندنا هاد المشاكل اللي نقدروا نطيحوا فيهم. دونك اول حاجه نخمم ونفكر انه اول حاجه قلنا نراعي المساحه اللي عندي والحيوط ونوعيه الحيط اللي عندي، اسكو طويل اسكو عريض كيفاش يجوني، ما نعمرش ديراكتومون ولا ما نشريش الاتات، نسبق نشري الاتات وانا ما على باليش واش عندي واش ما عنديش، خاصه لي كولور
باغ اكزومبل لي كولور تاع الحيوط ولا لي كولور باش يكون عندي انسجام. ما نقدرش نشري باغ اكزومبل ان صالون رايح الازرق وانا الحيط دايراتو في رايح في اون اوتر كامل اون اوتر كولور رايح في الاخضر ولا دونك باش يكون عندي انسجام. تاني روحو توجور اون كري اون اساي دافوار توجور دي موبل لي كولور تاعهم يعطيلكم نوع من الميزان وانسجام. تاني حاجة هو اني نراعي انه الحيط الكبير وتوجور انه يعني من الاحسن انه الحيط الكبير هو اللي ندير فيه المبل الكبير اللي عندي. دونك الاساس اللي عندي الكبير كامل كسوا لي سالون باغ اكزومبل بيبليوتيك ولا باي ولا لي ديسيغ تاع بكري ولا لي ديسيغ تاع بكري. بون دوكا سا بلاك سا اكزيست دون مانيير بوكو بلو مودرن ولا باغ اكزومبل لي موبل ا تيلي. دوكا كاين بزاف لي موبل دو تيلي ولا دوكا بزاف لي يديروا لو بلاكو بلاط هذا داير حاله دونك بزاف لي يديروا بيه. دونك نختار حيط يكون واسع هو الكبير علاش باش يدوميني لي هذيك لا بياس. دونك هي فا اتر شغل دومينون باش يبان ويبان وحده. دونك اون جينيرال كي ندير حاجه كبيره دو بريفيرونس نخليها وحدها. الا حبيت نزيد ان فاز كبير يكون كبير مناسب لل يعني فريمون يكون كبير باش نحطو وحده باش يناسب لي هذاك الكبر والحجم تاع هذاك لو موبل تاعي او باغ اكزومبل لومبادير ولا باش يناسبوا لي هذاك لو موبل تاعي. نراعي كذلك الدخله تاعي تاع الباب باغ اكزومبل كيما قلنا ناخذ مثال تاعنا بان صالون. نراعي انه الدخله تاع الباب ونراعي كذلك ان الموبل الكبير دو بريفيرونس يكون توجور يعني جهه الباب ولا سا ديبون كيما قلنا واش عندكم اون فاس. يا دو بريفيرونس كي يكون عندك الباب دو بريفيرونس تحطي لو صالون تاعك اللي يكون اون فاس الباب. وعلاش؟ باسكو اون جينيرال الباب كي تكوني قاعده في الصالون ماذا بك تستقبلي الناس اللي داخل عليك. دونك لوجيكمون عندك ان صالون باش تقعدي فيه دونك تقابلي الناس اللي راح حد تدخل عليك. ناس باغ اكزومبل تجيك زياره في اعياد او مناسبات فرح او دونك دو بريفيرونس انك تقابليهم. دونك تو روسوا لي جون. دونك دو بريفيرونس ماشي تكوني دايره ولا دونك تقابليهم. دونك دو بريفيرونس لو صالون تاعك لو موبل لو صالون يعني لي فوتوي كامل يكونوا اون فاس الباب ولو موبل هذاك تاعك الكبير يكون دو فاس ليك. هذه من احسن الطرق. طريقه اخرى هو كذلك ما نساوش ان لا طابلو باس كي نحطوها. دونك عندي لو سالون هضرنا على المبل الكبير هضرنا على لو سالون لي فوتوي. دوكا روحو هو كذلك ما نساوش ان لا طابلو باس كي نحطوها. دونك عندي لو سالون هضرنا على المبل الكبير هضرنا على لو سالون لي فوتوي. دوكا روحو نهضروا على لا طابلو باس. دونك لا طابل دو باس يا لا ميور دي شوز انا نسونطريوها فريمون يعني تكون او ميلي. دونك كيما قلنا لا طابل تاعي لازم تكون جايتني فريمون في الوسط. دونك في الوسط يعني نراعي لو موبل الكبير تاعي ونراعي لي فوتوي تاعي. دونك تجيني ما بيناتهم في الوسط. دونك سي انني نحطها فريمون في الوسط دونك شغل جو لا سونتر هكا بيان او ميليو ما بيناتهم ونحاول اني تكوني قريبه على لي فوتوي تاعي من حيث اذا حطيت زعما ضيافه للضياف اللي جاوني مثلا مشروبات او حلويات او دونك ما يتعذبوش تجيهم سهله تجيهم قريبه كي ياكلوا ما يقولوا ديجا يعني يكونوا قاعدين بطريقه مريحه. سينو طبعا دي فوا نطيحوا الله غالب ما نقدروش تكون هاد الاشياء ما نقدروش يكونوا
دونك نحاول اني حنايا دوكا هاد الوقت سي فري كو لا ماجوريتي برسك ناس كامل دوكا تشري لي تابل جيغون، دونك بيهم اللي رايحين نعاونو هاد يعني هاد الاشياء. دونك واحد كي ما يكونش الاز تحطي له في الصغيره ولا في المتوسطه ولا دونك، ولا يكون عندك وليمه غاشي دونك راح تصيبيهم بزاف. دونك نولو نهضرو على شويه على لي تابل جيغون تاعنا. دونك راحين يكونوا يعني يعاونوك، شغل عندك 3 مايدات ولا طابلات صغار هكذا يعاونوك، حاجة مليحة جدا ان يكونوا عندك لان يزيدوا فيك. وطبعا راح يكون فيه يعني نحاولوا اننا ما نحطوهمش هكذا زعما في كوان بعاد، ولا مثلا يكونوا هكذا زعما في جهة كيما المبل الكبير ما قدرش نحطو قدامه لي طاب جيكون يكونوا صغار. يعني نحاول يكون عندي انسجام في لي موبل تاعي، ما ننساش اني في لي موبل تاعي نروح من الكبير ونجيب العقل نروح يعني للصغير. يعني عندي لو موبل الكبير ثم لي فوتوي تاعي لا تابلو باس تاعي ثم نروح للحاجة اون تاب دو كوان صغيرة ولا لي تابل جيغون. يعني نحاولهم انه يكونوا قراب شويه نوعا ما، الصغير يكون متقارب للصغير والكبير يكون متقارب للكبير، باش ما يكونش عندي شغل نشوف حانوت كما نقولوا. يعني نحاول نكون يعني يكون عندي نوفر عندي هذاك الانسجام. كما قلنا لي تابل جيغون كما راكم تشوفوا دوكا، انا عطيت لكم ان اكزومبل هنايا. دونك شوفوا كي نحطوا فوقهم ديكور نحاول اني هذاك لو ديكور ما يكونش يفوت لي يعني العلو تاع لو فوتو تاعي. شوفوا هنايا حاطين لا لامب، هذيك لا لامب ما تفوتش هذاك العلو تاع لو فوتو هذاك، ولي كولور تاع لا ديكوراسيون يكونوا منسجمين مع لو صالون تاعي، ونحاولوا نحطهم هكذا تحت بعضهم بطريقه لائقه. نحاولوا توجور انهم يكونوا قراب لو فوتوي كما قلت لكم، ما يكونوش بعاد شغل هكذا مرميين في جهه، ولا يعطوني نوع شغل راني في حانوت ولا. دونك نسيي نقربهم لو فوتوي تاعي باش يخلقوا لي نوع من يكونوا لي هادو لي طابل اسون بوكو بلوس شغل يعاونوا. دونك مثلا وحده قاعد لا طابل بعيد عليه دونك يحط قدامه، عندك ضياف تجبديهم دونك راحين يكونوا لك يعني يوفروا لك إعانة بوكو بلوس كو دو لا ديكوراسيون. نهضروا كذلك شويه على لا سالا مونجي. دونك لا سالا مونجي كو سوا لو تابي اللي دايريه من التحت، نحاول ان يكونوا مادا بينا يكونوا لا سالون لو سالون لا سالا مونجي عندهم لا ميم تابي، سينو حاجه متقاربه. كاين يعني ما عندهمش يعني بلاصه كبيره، كاين دوكا لي طابل دو سالا مونجي كاين يعني اشكال وانواع. دونك انتي والحجم اللي عندك انتي والمساحه لو سالون تاعك دونك لا بياسا فيفر تاعك تقدري ديري تاع 6 تاع 8 تاع 4 تاع، دونك سا ديبون كاين كلش. باغي للموب اللي حبيتي ديريه جهه لا سالا مونجي، كاين الناس اللي عندهم اسي دو بلاص باش يديروا دي موبل تانيك دي بايو ولا دي زارجونتري ولا. دونك افو دو فوار واش عندكم نتوما واش عندكم مساحه. لي كولور تانيك بون سي فري كنقولوا لي كولور لو غو لي كولور. دونك يا البنات حاولوا انكم تقعدوا في اشياء بسيطه والوان بسيطه باش هكذا لو ديكور تاعكم ما تضلوش تعاودوا فيه. دونك فوالا هذه لا فيديو ان شاء الله تكون يعني وضحت لكم بعض الامور. راح تكون اون اوتر فيديو ان شاء الله اللي نهضروا فيها على ديكور تاع لو صالون، حبيت نديرها وحدها، كنت حنديرها مع هاد لا فيديو لكن جي بريفيري نديرها وحدها. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تشتركوا معايا وديروا لي لي جيم. سلام.